أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساع فيكم، يا مرحبا مليون في الجميع. اليوم عندنا مشروع كنت بسويه، بس قلت بعدني بأخره شوي، بس شكلي ما بأخره، اللي هو إني أحول مال الرياح هني أباهم علي بالفوق وبشارع لهم. بس اللي بيكون متعب شوي إني أودي وصلة الكهرباء من هني، لأن أي امتداد في المستقبل عقب راح يكون صعب. يعني خلنا نشوف وين كان اللي هو بعيد. هو بعيد، انا عارف، بس تعرفون شو بيكون شكله حلو في المستقبل. مشروع الكهرباء مشروع عجيب. زين، الحين خلنا ندق ستوب حق اللعبه على اساس يكون ريلوكيشن كوست 1200. لا، خلها شغاله على اساس انه يكون عندنا شو نحطيه هني من البداية. حلو، تحدي الحلقة الأولى أنا لما نوصل لشيء. يا شباب، لما نوصل لشيء ثاني غير الكهرباء، ترى لما نوصل 10,000 مشترك هالسنة هاي، تبا هبتكم معانا أن نوصل 10,000 مشترك. كيف الترتيب، نقدر ولا ما نقدر؟ أترك لكم أنتم التعليق. انزين، الحين بسوي ريلوكيت، ومشكلة بنحتاج فلوس بعد حق منو؟ حق الشوارع، لأن بسوي شارع ابى اسوي شيء شوي يكون زين. ما يستوي هذا مكانه غلط، هذا نقص انتاجيتي اذا كان بالطريقه هاي. فاذا بالطريقه هاي خلنا نشيل هذا، كان جيد هذا. لحظه، يضعف الهواء كل ما اذا غيرنا مكانه. لاحظ، شوفوا، لحظه، اوكي، خلنا نخليهم اماكن شوي متفرقة. وعندنا اثنين غير نحركهم، عندنا 8000. خلنا نخف شوي سرعة اللعبة، بنودي هذا هني، ابغى شوي مسافات من بعض. زين، وبنسوي شو؟ نبغى هني بعد، نبغى اكثر من هاي، اظني بنحتاج اكثر. بس اول شي خلنا نحط الشارع. شوفوا، عندنا شوارع، لان هالشارع مش وايد مهم. ممكن اطلع شارع رئيسي واحد من دوار مره ثانيه، نسوي دوار هني وجسر على اساس انه يمتد للمدينه بعد. اوكي، بني بهني شارع من تحته، شارع اربعه، احسه شارع وايد رئيسي اكثر من لازم. اذا خلنا نسوي اثنين، شوفوا الشارعين، هذا اتجاه واحد صح؟ زين، هذا اتجاه واحد، الطريقة هاي. زين، لا، أول شي نسوي دوار. زين، دوار بيكون في الوسط، أظني ما يفرق وايد مع طول مال الدوار، بس الدوار هذا كبير شوي. لحظة، خلنا صغره، بسوي تحت جسر، بس بيكون صغير، إنه بيرتكز على مدخلين بس، ما بيكون في يمين ويسار ونفسه هناك، لا. والله ممكن بعد، ممكن اسوي في المداخل، بس مش نفس طريقة اللي قبله. انزين، الحين نبى، قلنا نسيت هذا، قلنا ونسوي لنا جسر، ترش شوارع رايح. انزين، بسوي لنا جسر هني، 9 يمر من فوق. وايد بعيد الصراحة، حتى 9 رايح 9 بعد، اشوف وايد نازل، احسه 9. خلنا نرفع شوية، خلنا نمشي اللعبة شوي، مو عليك، يتحملون شوية. 12 بيكون اوكي، هي 12 زين. احس الدوار نوعا ما صغير، ولا لا؟ اوكي، خلنا نسوي الطريقة هاي. ايوه، هاي المتساوين. بس هذا محتاج اني اقرب الشارع الطريقة هاي، ونحط هاي عشان يحط لنا ارضية. ولا اقولكم حطي ارضية ولا هاي، خليني احط ارضية. زين، دوار صغيرو تحت الشارع، تحصلون اماكن بعيدة بس. زين،
بنوصل هذا الشارع، الشارع الرئيسي اللي هو، نسوي شارع مش باركن، لا بس ابغى شيء يكون يفصل، بس هذا وايد كبير. هذا في خط واضح، فيكم في خط واضح، خط واضح هذا صراحة حسه زين، ونقدر نطلع منه تفرعات ثانية بالطريقة هاي، حبة هني حبة هناك. لحظة الماي ليش عندنا مشكلة فيه؟ لأن الماي كان ما في كهرباء الحين. أوكي أنا آسف. الكيبلات كلها يبالك عجيب ترى، كلهم مش سياحي أبدا. إنزين، في عنا أندر جراوند والسوالف، بنعدل المشكلة. إنزين الحين بنمد هذا الشارع حبة زيادة على أساس إني في منو شارع من الصناعية لين هني دايركت. زين وبنكبر الشارع، بس انا الحصة هاي ما باهدمها، الحصة هاي عيبتني. زين وبنمد الشارع شوي زيادة لين مستوى الشارع الثاني، بعدين بنسوي دوار دوار. خلينا نحط هذا بالطريقة هاي، نجيب دوار، نحطي دوار بالطريقة هاي. هالدوار هذا بيطلع منه شارع، اول شيء شارعين، زين بعدين بيستوي شارع ترابي، وبيروح لوين؟ لان المشاريع في العاده ما يكملونها ترى، حق مشاريع من هالنوع من هالعيار ما يكملونها بالطريقه اللي لحظه هذه نحن حطينا. ايوه هذا، بس ما عندي فلوس اظني، ما عندي فلوس. خلينا نزيد سرعه اللعبه، لان الحين شارع شوفوا شو حصلت، لازم نطالع شيء من فوق. الحين اوكي. انزين خلينا نحط اول شيء مداخل، لحظه مداخل اساس نمشي الزحمه بطريقه احلى. ابا مدخل من هني لين هني تقريبا، لا لين هني، هذا خلت قاطعه غير عن مال الصناعيه. ليش ما احول؟ لا ما بحول، ما بحول، ابا الزحمه بتسوي. الحين اذا حط دوار، احط هني دوار بيخف علينا الزحمه شوي، وروم اطلع من هني مخرج للشارع العام مايل، يعني اجيب شارع من هني لين، خلي يكون طويل شوي ما عليه، اساس يكون شكله انسيابي اكثر. زين ونشل هذا الحين، هذا التخطيط هذا يكون شوي شو مثل ما تقولون مش عشوائي، لكن ايوه الحين شوي منطقي اكثر، شكله سيدة اكثر. هالصوب ما بسويه، بسوي حق المدينة بسوي مخارج. زين وابا اجيب مخرج من الدوار نفسه، او تعرفون شو ممكن اسوي؟ ممكن اجيب من هني مخرج، فقط مخرج، مخرج يكون بالطريقة هاي الشارع العام، الطريقة هاي يكون شكله شوي اوكي ابو، بس هو عندنا مدخل ومخرج على منو؟ على الشارع العام من هني. الحين شوفوا الشاحنات بتوزع الزحمة، مش بس من هالطريق، حتى من هذا الطريق راح يكون الزحمة اقل وايد. هي وايد زين، وايد زين. هني بعد يباله، دام ان عندي شارع وعندي اشل هذا ولا ما؟ لحظه خلنا نجرب نحرك هذا شوي الطريقه هاي، شوفوا طيبه نسوي حركه. الشارع اللي هني كان شارعين استعملنا، ولا الشارع صغير؟ شارع صغير صح، خلنا نغير هذا شارعين. لا لحظه ما بأشل لك انا، هذا خليه ينهدم شوية، بنشل هذين اللي كانوا موجودين اصلا، بنقص على اعمارنا وبنقول انهم سوين الشارع هذا على منو؟ على الفتحة اللي محصلينها.
بيستوي عندنا دوارين من اول الصناعيه واخر الصناعيه. الحين لو ابى مد الصناعيه شوي مثلا بالطريقه هذه عندي امكانيه امتداد حلوه. خلينا نحط شوي امتداد هنا. طبعا هاي بتكون منطقه صناعيه صغيره، لازم نسوي مناطق ثانيه ما فيها تلوث، بس لازم يكون عندنا حق مثل اللي يصنع اوراق هالسوالف منتجات ثانيه هاي اللي يسوون تلوث. هل خليناهم هنا؟ هذا موضوع ثاني. انا عندي مشكله ثانيه اللي هي الجاربج ما قاعد يغطي كل شيء، فابى اسوي مكان الصناعيه هنا متخصص بس في الجاربج بعيد عن الشارع العام. بس المشكله اللي اخاف منها التغطيه. خلينا نشوف التغطيه كيف. لحظه خلينا نسوي مد الصناعيه هنا شوي، زين بنمده تحت منو تحت خط الكهرباء. ايوه نسوي هذا المكان متخصص في شو؟ في الجاربج هنا. ادري بمتد مع الوقت وفي كهرباء وغيره، بس ان شاء الله بيكون اوكي. ونبى نحطي هذا. شوفوا التلوث اللي يسوي، شوفوا كم تلوث يسوي هذا. بيجيس المي؟ لا ما بيجيس المي. اظني بيغطي تصدقون، بس المشكلة الوحيدة انه ما يركب من الداخل. يعني اذا الشارع بغيته مده لازم يسوي حركة ثانية اللي هي بعد ما بيستوي. بعد موضوع ثاني لازم افكر كيف ممكن احط في المستقبل امتداد، بس انا بيكون اوكي. اتوقع انه بيكون اوكي. كهرباء شو وضعه؟ ماي نص نص. الماي يمكن احطيه عند هني واسوي دائرة ماي وكهرباء في المستقبل، بس حاليا مو مشكلة. زين نبى نحن نذكر هذا التول نسوي لحظة. اذا نسوي نحن ندخل اوبشن، ندخل الجيم بلاي، نستعمل ما نستعمل الليل والنهار، نستعمل بس النهار. خلنا نشوف لان ما قاعد اشوف شو قاعد يستوي انا. انزين بس منزل الريزولوشن، شوف وضوح اللعبه كيف مستوي. انزين الحين التخطيط هنا ترى شوي يباله تكتكه من الخاطر، بس اوكي هذا حلو. طب طريقه حلوه. المهم تعرفون شو اهم شيء؟ الجاربج احنا ما يغطي صح. احنا نبغى هني شوي يغطي جاربج اكثر. وي محتاج شويتين اكثر والله. الحلو ان الكهرباء عندهم مسك من الكهرباء شوي. انزين الحين هذا الشارع لازم يروح فوق، لان موضوعنا الاساسي ان احنا نشوف هالشارع. مع الشارع هذا نقدر نسوي له ابجريد. ايوه خلينا نسوي شارع هني، شارع بموازاة هذا. براويكم شو بسوي الحين. لحظة شارع يطلع عليه فوق. ايوه انا خليته ينقص عن قصد، ترى شليت التول. الاساس يبين ان هذا مسواي عن طريق ناصي مش كمبيوتر. لحظة خلينا نشل النقاط اللي تمسك الشارع. طبعا هذا كله ما له داعي. هذا الشارع نفسه بالطريقة هاي تابع لمنو؟ إلى دائرة الماي. خلنا نشوف هذا إيه ولا أجيب. خلنا نشغل هذا الحين نحتاج. أيوه الطريقة هاي الحين شكله انسيابي شوي. انزين الوضع فعلا مش محتاج هذا كله، بس شو بنسوي؟ نبغى نسوي حول هاي الوارع يبين ان في مكان حق الصيانه، لان الحين هذا المكان المروحه في الوضع الطبيعي بتحتاج الى شو؟ الى صيانه صح؟ فمن يسوي الصيانه هاي؟ الشركه اللي عاطينها كونتراكت حق الماي الكهرباء طبعا بتسوي صيانه حق شو؟ حق المروحه هاي. بس عشان تسوي صيانه لازم يكون في مكان. اذا انا ما مسوي لهم مكان ما راح يقدرون يسوون صيانه. انا الحين قاعد اسوي لهم مكان على اساس يبين من بعيد انه شو؟ يعطينا الشكل وفي نفس الوقت يعطينا مش 100% واقعيه، لكن اتصور حتى يوم تشوفون ناشونال جرافيك وربعه يوم نحن نقعد نطالع الماي والكهرباء
المراوح هاي على كيف يسوونها، يكون في لهم مكان حق الصيانة يعني تحت المروحة على طول، ما يكون كل مكان يعني قوب وهذا، بس تحت المروحة يكون كونكريت وهذا ومرتبين المكان على اساس يكون ثابت حق الكوارث حق غيره. بتشوفون انتو شكله من بعيد الحين كيف بيبين، لان الحين قاعد اشتغل على الشارع اللي حوله شوفوا، وهذا عسب شي كنت بشوف مجموعة مراوح. الحين افكر احط مجموعة مراوح ثانية بعد اذا امكن بعد. زين زين بعد يبانا هني نسوي مزرعة مراوح اصلا. الحين توصيل الشارع، توصيل الشارع هذا بيكمل دربة عادي نفس الشارع ما بغيره، بس من هني لين هني بيوصل. زين والحين بنوصل الاماكن هاي كلها في شوارع طريقة، مش كلهم لازم نفس المدخل يعني حق تقاطع واحد يكون، وعلى الاغلب هني ما حد بيجي ترى. يبا الحين الشارع ينزل لين الطريقة هاي، الشارع بالطريقة هاي. لا هذا لازم نغيره الى النوع. ايوه بنحط لنا الشوارع توصل كل حد، بس تعرفون شو ابى اميل هذا. ايوه ميلان يكون زين يعني، وهذا خلنا نكسره من ميل هذا الشارع بطريقة يعتدل مع هذا، يركب نوعا ما سيده في الشارع. ايوه ركب نفس ما نبغى، وهذا بنركبه دايركت فيه. انا اسوي الشارع سيده بنركبه دايركت هنا. شوفوا الحين منطقي يعني، في عندنا درب للصيانه وهاي الامور. طبعا الشارع احنا نقدر نسوي له ابجريد ولا نعدله في اي وقت، بس تعرفون شو تحته على طول نبغى هذا قلت هذا النوع من الشوارع تشوفوا اخترب مع الكونكريت، لانه هو اصلا بعد كونكريت اخترب، فلازم ببدله بحط نوع ثاني من الشارع، شارع ثاني اوكي وايد يخترب، فخلنا نحط شارع ثاني. شارع هذا اصلا مال سياكل، بس تعرفون شو لون اخضر، بس ليش يعطيني مقطوع؟ ما في واحد ثاني اخضر؟ نبغى نحط واحد فيه خطوط، ما في هذا نبغى واحد يكون مخطط، او هذا بعد ينفع اشوف. ايه هذا حلو حق خدمات، طحنا عريض الشارع شوي بس شكله من فوق شكله نظامي شوي. زين بس خلنا نسحب هذا، خلينا نقدر نسوي له ابجريد، نسحب هذا شوية نسوي له ابجريد. مشكلة اللي ما يسوي ينسحب شوية ضبط الامور عادي عندنا مشكلة. خلنا نشوف شو القطع اللي بتتم بعد شوية نسحبهم كلهم. هذا اوكي بيرفكت. انزين هذا بنسوي له ابجريد، ندق ابجريد، شغل موف التول، نسحب الشارع حبه حبه لانه ما في مكان، لان هالشارع اعرض من الشارع اللي قبله، فلان اعرض انا محتاج اني اسوي له مساحه طيبه. هذا وايد ملزقنا انا لحظه، زين خلنا نعطي مساحة هذا أكبر ما غيره بعد ما استوى. روب تو ستيب يقول لي يمكن ما يستوي لأنه وايد غلط الشارع راكب، وهذا شارع صغير. صبر خلنا نقول هاي هذا جريد ما يستوي تو ستيب. هل شوي أنا ما أشوف وايد مشكلة ترى، بس تعرفون شو أنا نسويهم من بعيد اساس يبين لهم شكل.
ايوه اي باص لان هني والله هي فكره بس ما له داعي احس في ممكن هني نسوي صناعيه ولا شيء ترى على فكره خلنا بس نمسح شوي الشارع يرد على شكل او قربها بالطريقه هاي بتشوف شكلها من بعيد الحين كيف شكله من بعيد يركب بخليه مو هذا ما سوينا له بجريد نحن هلا نحرك الشوارع بعيد بعيد ضغط هذا ما يستوي تو ستيب بس مو مشكله كنا بنمشي نحن يلا الطريقة هاي استوى عندهم ايوه هني هاي هذيل حلو يبقى كيف يعطيهم اسامي حق الشوارع اصلا اسامي الشوارع انا الحين شي جميل الصراحة بس ما احس ان عددهم كافي بس ممكن نوسع نسوي توسعة في المستقبل يعني زين ترى مش غلط ترى وايد زين يعني كشكل الصراحة شكلهم حلو الصراحة شوفوا مطلين على المدينة بعد ومنطقي أكثر لأن يعني أنت الحين كم روحة تنتج لنا كهرباء ليش بتكون تحت المفروض ما تكون تحت زين الحين يبغى لنا شوية تعديلات فكسس على الصناعية لأن نحن بنحط شيء ثاني خلينا نشوف الثروات أول شيء زين هني هذا المكان بنسوي صناعية ثانية بس هالصناعية بنسوي إنتاج شيء ثاني اللي هي هلا نسير على شارعنا نسير على شارع تولسيدا نطلع منه الشارع هني بسوي خدمات حق الصناعيتين عند بعض ترى زين هني بالشارع الصغير خلنا بس نشوف وين الموارد اساسا نحط الشوارع عدله زين ابى احطي انا اساسا مفروض اني اللي ابى يكون صناعيه حول هذا المكان مرتكز حاليا يمين ويسار تعرفون شو الصبر اوكي خلوه بالطريقه هاي بابا مرتكز من خلنا نعطيه مسافه افتراضيه قبل لا ابنده حاليا بخليهم بالطريقه هاي عادي يعني ما عندي مشكله انا لان الناس تمتد على حسب الموارد ممكن نوصل هذا بعد في الشارع صناعيه في النهايه يعني نسوي بالطريقة هاي نوصلهم الحين اقدر اوصلهم في بعض هذا بخليه شوي شوي بخليه المشكلة مش خلاص خليه وصل هذا في بعض وشارع اساسي فوق الشوارع شو فرعية موصلة تقريبا من كل صوب اذا دام سوينا هالشي مثل ما قلت لكم هذا لازم يستوي له ابجريد على حسب ما تنتهي منه صناعيتنا لان عقبها ما نحتاجه خلاص عقبها هذا مش تابع لمكان اقتصادي انزين والحين شو بنسوي بنجيب شارع الثاني خطين من هني لين والله ركب ركبة حلوة بعد صدقوا بعدين يصغر خلاص ما تحتاجون يكون اكبر هذا مال ثانية توصل ونبى بعد شارع بس اذا سوينا بعد شارع احس خبصة لا مش خبصة اذا تعرفون شو احس نضيف هني لهني شارع اساسي وهني لهني شارع اساسي ونصغر شارع من هني لين هني ويجيب لكم دوار صغير مرة دوار هي كبر ذاك كبر ذاك هذا كبر هذا نفس الحجم بيكون ممتاز شوفوا على اساس انه نزيد بسوي دوابير الصناعية كلها حق الزحمة وغيره شوفوا محلات دوار يوم يركب فنان فنان بيكون افضل من تقاطع بالنسبة للصناعية احس حتى هني انا اشوف هذا لو يتحول لدوار الحين تغيرون الطريقة هاي بيخدمنا بعد بيخدمنا افضل من الشارع اللي موجود اظن الوقفات بتكون اقل اتمنى يعني اتمنى تكون اقل هني ما بسوي دوار لا الا اذا
هذا كيف يلف؟ احس اللفه مو بعدل، ما اعرف. بس مهم في مخرج حاليا اللي هو وفر علينا الزحمه وايد. الحين نبى، احنا قلنا صناعيه، بس صناعيه هاي غير. ليش؟ اللي تابع قبل يعرف، بس اللي ما تابع ما يعرف. بنسوي منطقه صناعيه، مش اندستريال جديده، لا اللي هي هاي المنطقة التعليمية الإدادة. نايس نايس. اسمينا بنسوي وايد شغلات، بنحطي عليهم زونينج. يعني نحن عندنا هنا منطقة غابات، قبل لا نحط الصناعية نحدد على المنطقة بالزون. الزون معناه منطقة، هاي للإيداد طبعا. منطقة نحن عندنا هنا قلنا شو الثروة، هني ندق على الثروة نشوف الأخضر فورست غابات، زين. فنبى شو نحدد ان المصانع اللي تطلع هني، هذا بمعنى المصانع اللي تنبنى هني تكون مصانع فقط في تصنيع الغابات، وبتقدر تصنع. ونحط طبعا اللي هو المنطقه الصناعيه الاندستريال زون العادي، طبعا بتقدر تصنع لان في غابه. يعني لو مثلا اعطيه نفس الشيء في مكان ادق على الثروات، اي مكان ابيض ما في ثروه غابات ما بيبنون شيء، بيتم مكان فاضي. فاحسب حسابهم هالشيء بس اهم شيء. زين، فخلنا نسوي هني منطقه غابات. ها معناه منتجات جديده، معناه واردات اقل وايد، بنحتاج خدمات حق المكان. المكان راح يستوي كبير شوي، لان مركز الشرطه اللي هناك وغيره كم بيخدم؟ ما يقدر يخدم المنطقه كامله، صعب وايد. على الشارع، الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي بنحط شوارع ثانيه. اوكي، ونبغى حق الجماعه اللي هني بعد كهرباء. فكهرباء قريبة من يبنون ببدأ أحط لهم كهرباء، بس خلونا نحط، أقدر أحط كهرباء بطريقة كنت أتمنى والله. زين، نقدر نحط نحن كهرباء من الدوار الرئيسي لا هذا المكان، بعدين بشوف وين هنا يبنون. إن شاء الله إنهم يبنون يعني. أيوة بدوا يبنون. شوفوا أشكال المباني حتى غير عن الصناعية العادية. هاي الصناعية العادية، زين. صناعية العادية على اساس نقلل شكله، خلونا نسوي شوي كونكريت فيه على اساس نقلل يعني شكل التلوث. اوكي، يبي يبنون ولا قاعدين على كونكريت غير ما يبين ذاك الزول. حتى هذا نظيف نوعا ما. هني والله صعب استوى، جماعة جايبين العيد، بس خلوني احاول. ما باوصل بالشارع الرئيسي كونكريت ولا حتى هني. شوف شو قاعد يسوون في المنطقة الصناعية بشكل عام. لو اني هني على الاوبشن هذا وندق التلوث، شوف التلوث اللي يسوونه. حتى في حد كاتب لي في الكومنتات ليش ما تسوي اماكن طبيعية؟ ما سويت اماكن طبيعية والله لان اوكي وصل. احس انه مش واصل من باب الاحتياط عشان ما يقول لي ما في كهرباء عقب. زين كله اوكي يعني. الماي شو وضعه؟ الماي بدينا نعاني. انزين الماي الحين بكبر هني حاليا، حاليا حق الحين بحط المحطة الثانية قابل المحطة هاي. نزل دخل مالي نزلة طيبة يعني، قابل الدخل، قابل الدخل مقابل المحطة الثانية. بعدين يوم بسوي محطة ماي وكهرباء فوق عند المراوح مال الكهرباء، ويكون في مباني وهذا وغيره، بنسوي هني ما عندنا مشاكل. بس الحين خلهم مد في المدينة بعد شوي. شوفوا الحين الدكاكين ابى اجيبهم هني دكاكين واوصلهم في هالدوار. بس شو الهدف؟ هدف اربع شوارع سيدة استفيد شوارع. اي نايس، اركب عدل بدون خسارة فلوس. انزين هذا معناه هالمكان نقدر نسوي فيه خطين، ولا سوينا نحن رامب صح؟ رامب اللي هو هلا بالعكس، ناس تطلع بسوي دوار ثاني هنا. هني شوي وضعه غير. زين والله فعليا عيل ما بحتاج دوار هني تحت هذا. انا اذا بالطريقة هاي انا قاعد اعامل دوارين، اذا عامله معامل الدوارين ليش احط ليش احط حرام يلفون. خلنا نشل الدوار، حطيت اربع شوارع هني، معناه في هدف من الدوار هذا صح؟ معناه هذا الحين اقدر اقربه اكثر، اسوي نفس منه نفس مسافتها تقريبا. الطريقة
لو احسبها باليونتس 12 يونت 12 يونت يعني اقدر اسوي مخرج هنا موازي ذاك المخرج ومدخل موازي المدخل هذا not enough money والمدخل يكون موازي هذا المدخل مدخل اذا هذا يوازي هذا بيكون شكله من فوق احلى وايد ترى حتى تحسونه عادي بس من فوق بيكون شكله احلى وايد لانه في توازي بين العماير فدام انهم متوازين امورهم طيبه شوفوا الحين استوى عندنا هذا بنحطي لنا دوار نفس قياس هذا كم قياسه تقريبا نفس القياس اتصور انه نفس القياس شكله حبه اكبر بس مش القضيه اللي يعني بتهدم الدنيا لا عادي شوفوا هذا لنا ما يحس تو عندنا سيستم هني حق هاي والله سيستم حلو تصدقون اروما مد من تحته شغلات ثانيه اذا بغيت شوارع فرعيه ولا غيره ولا يمكن مترو يمكن شيء قطار مش مترو طبعا هاي اللي ما عندهم ناس يشتغلون فخلنا نسوي مدينه هني نكبرها شوارع نفرين هني يبالنا شارع 1080 هني يبالنا شارع 1080 كوست مال هل الحصاب ايش اللي طاف لانه في نص مدينه اللي في نص مدينه مسحب رايك انزين الحين الشوارع الثانيه الرخيصه هاي ارخص لحظه هاي نفس السعر ولا غير؟ اي نص السعر هذا شوف طريق السماء والارض خلينا نسوي لنا شوارع الطريقه هاي نمد ماي حق العالم نمد لهم ماي خلهم يبنون بيوت على اساس يدخل يزيدنا فلوس لحظه ناطق على هني ما بخلي هذا مكان عماير ما بسوي لهم ازعاج هني بحط الدكاكين هالصوب بس زياده الدواوير بعد مش صحيه كنت افكر احط دوار ثاني هني ولا بحط دوار هني لا لا ما بحط دوار ما بحط اعطي شارع عادي بس دواوير بس حلو التول انه يمكنني احط دواوير حق الاماكن اللي اباها وايد يفرق معي لان الحين ابى اسوي نقطه باصات من هني بعد لازم صناعيه هني اضيف لها محطه باصات بس مش القضيه الخرافيه يعني عادي هذا يعني خلينا نحط لهم هاي ما عندهم ماي ترى خلينا نوصل ماي كم ماي لين هني هذا يوصل لهم ماي اظن يوصل لهم ماي ابى احط الدكاكين على هذا الشارع على اساس كان يسوي ازعاج شوفوا بس هذا ازعاجهم بيكون على هذا الشارع قدر الامكان الحين هاي خلطناهم بس الحين هاي بنحطيهم على الشارع بيكونون هم ازعاج مو مشكله الناس بتعيش اهدى شوي خلينا نحط حديقتين ثلاث قبل لا يبنون هالقياس هالقياس فكرة جيد حديقة هني حديقة مشكلة غالية الحديقة وايد المفروض حديقة أرخص بحدائق أرخص عمر 150 نفر بنحطيها هني ما حد باني شي حطي لنا حديقة عند الجماعة الكورنيش كلها عندنا بيز بتنبني حطي حديقة عند محطة الباصات هاي على اساس الاهالي يتريون حطي حديقة عند الخدمات الحكومية نحطي حديقة الدكاكين على الأغلب بس أوكي يستاهلون إنزين الحين المشكلة اللي بتينا عقب شوفوا هاي محلاها على فكرة ما فيها تلوث أرضية بس فيها اللي هو تلوث ضوضاء الضجة يعني لازم هذا عادي بس شوفوا ها كيف خدم الزحمة وهذا كيف خادم الزحمة إن هذا المشروع أفضل من هذا المشروع أشوفه بس هني بعد في مداخل مخارج وايد غير والله نفس المداخل المخارج بس هذا ماخذ مساحه اكثر على والله تعرفون لو الدوار كان شوي هني ولا اللي داخل اكثر دوارين لازقين في الجسر ودخل عليه اقدر اوفر مساحه كبيره بس ما اظن ان احنا خايفين من مساحه عندنا خريطه ضخمه واصلا هاي مدينه البدايه بس نسوي فيها توازن اقتصادي الحين الشغلات اللي لازم نوفرها شوفوا للحين كل شيء ازرق بس الفاير ولا الحرايق والله شيء مهم
لأن من غيره إذا أحطي واحد وين ممكن مشكلة ما عندي فلوس. أنا عايش ألف الحين بيوم، بس الحين بحطيه يبقى مكان يغطي المدينتين، لأن هني في خطر صدق، لأن عندنا غابات وايد. بنحطي واحد هني، في عندهم عيادة أمورهم طيبة للحين، شرطة أمورهم منو بيسرق شجر، منو فايق يسرق شجر بس. آه لا الشرطة شو أمورهم مش وايد طيبة أشوف. عيادة لاني اظني حطيت مطافي، اظني لو ما حطيت مطافي ما كان بيكون عنده مشكلة. تعرفون مرات يكون مشكلة يوم تحطون شيء، ولا تبدون تحطون خدمات، الناس تبغى خدمات اكثر. هذا شيء انا شفته في سكايلان يعني، الصراحة يعني فعلا يعني يأثر الناس. كل ما يفتح عندك شيء جديد على اللعبة تبدأ الخريطة شوي شوي تطلب منك اكثر، فالناس تتلعوز، الناس تبدا ما تعرف ايش تسوي. لان انا ليش خليت المكان فاضي بعد؟ انا ما خبرتكم، لان في قطار بيجينا من هني، قطار بمد لين هني. طبعا بسوي له كروس جسر ولا شيء من فوق هذا الشارع العام، ويب القطار اول شيء للصناعيه. وحتى الركاب يمكن ما احطيه في المدينه نفس كل مره، احطيه يا اني بحطيه في هالفراغ هذا او هالفراغ، واحطيه لباصات تروح ترد المدينه، او انه أبغى أحطيه هنا صوب الصناعية الخطار هذا، وبعدين أبدأ شو أسوي. إنزين كانوا يبون شرطة، بس خلنا عشان ما أنسى. والله الحرائق بعدها أورنج الصراحة، عيادة مو مشكلة، الشرطة مو مشكلة، فخلونا تعرفون شو نحطيه. أنا نحطي ثانوية، بس ثانوية بكم؟ 24,000 وبدفع 560 في الأسبوع. يعني إذا أحطي هاي سكول برفع عدد المتعلمين عندي، اني ارفع عدد المتعلمين، لان في وظائف الحين من يتطورون الناس بيحتاجون لشو متعلمين زياده. بعدين الناس اللي تخرج من الابتدائيه شو يسوون؟ هاي موضوع ثاني. انزين بما ان عندي مساحات هنا، تشوفون هالمساحات هاي مساحه فاضيه ودكاكين، اقدر احط هنا شوي حدايق اتكلم عنها هنا، او هنا بشكل عام الكورنيش، او مدارس اخلي المدارس هنا بشكل عام. لان مثلا الحين اذا جبت حطيت الثانويه هنا، انا اوريدي عندي بحط ممر باصات صح؟ يعني إذا جيت هني حطيت ممر شارع الباصات هذا اللي هو المفروض يكون هني، أيوه حطيت شارع باصات هني لين هني من هني لين، لا منفذ واحد، منفذ واحد عشان ما يبون العيد. زين منفذ واحد، ومثل ما قلنا لازم نمنع الباصات مر ما عاد الباصات تكاسي وهذا ما يمرون من هنا، لان هاي اللي بيسوون الزحمه الاول مالها اخر، بس سيارات الشرطه والاسعاف وغيره يقدرون يمرون. ونحطين لنا مدرسه ثانويه على الكورنيش بالطريقه هاي. اول شيء التغطيه راح تكون طرافيه، شوفوا ممكن نحط المدرسه هني. انا بخبركم ليش مدرسه هني، لان ما يفرق، لاني بحطي ممشى. زين حطي ثانويه هني. زين اوكي خلينا ننزل شوي، لان استوى عدد كانوا يطلبون وايد سكان. متى بنفتح العماير؟ على 5000، نحن 3000 وشيء ما بقى لنا وايد. زين بس هني ابى احط لهم اوكي ايوه بس اسوي حدائق صغيره. في شيء بالطول عندي يركب، احيد كان في شيء بالطول بس ما ادري يركب هني ولا لا، ما يركب هني. شوفوا هذا زياده، اذا هذا الحال بحط حديقتين من هذا اوكي، وبنسير على الممشى وبحط شيء يناسب لون الشارع اللي هو واحد. اي صح ما عندهم ماي هاي حبيبي، بتخطر الكورنيش كامل. زين مدرسة على الكورنيش، نمد لهم مماشي ارضية. لا ايوه الطريقة هاي، ونجيب ممشى خلنا ممشى زيادة عشان تعرفون الحركة صح؟ تكلمنا عنها قبل وايد حلقات غير، إذا حد جديد في القناة يخبرني. انزين وبنحطي هذا تحت الشارع هذا هني، هذا يعني واللي بيجي من الصوب الثاني في احتمال حد يجينا حق شو؟ على الأغلب حق الحديقة، فخلنا نحطي له ممشى بعد يقدر يمر من هني غير هني صح؟ ما ادري بس ما نزلت مودات باركنات وهذا، فما عندي باركنز وبعض الامور مش موجوده.
بس مو مشكلة عادي، أقدر أسوي لها مانج شوي خفيف. إنزين الحين أبا هني بقى أعطي الأرض ألعاب يا هال. ألعاب يا هال المدرسة الثانوية ما ينفع صح؟ لا بقى هذا بيفمنت حتى تحت الحديقة شوي، بس من هني خلنا نشيل عشان ما يبين داخل الحديقة. اوكي شكله منطقي، وبندور في سامان الحدائق عندنا. كان في اي حديقه في السيتي بارك اظني، ايوه هذه هنا في كراسي، ممكن نحط لهم كراسي وطاوله هنا في المدرسه. شوفوا يطلعون في البريك ولا شيء يتمشون، يبون طاولات يبون كراسي يبون دايركشنز وين دكاكين، حط لهم هنا في جلسه، حط لهم حق المدرسين كم هي وحدة. طب خلينا نكمل على المكان هذا هني، وانا صغيرة نقدر نحدد شوي اكثر. نحول المدرسة يكون شو كونكريت، لان في حدايق عند المدرسة فما له داعي يجون هني. وهذا خلنا نقدرين قدام، نايس ممشى ترميل، احسه فنان، انا احسه زين. خلنا نعدل الشارع عدل ايه زين. وفي ما الباصات عندها ما ويرموني من المدرسة من منو من الباص، نايس. بس تعرفون شو حيوقفون على يمين الشارع، اظني اوكي عادي عادي اتس جود، بس ما شاء الله استوت زحمة على طول المدرسة. هذا معناه نقدر نمد لنا شوي بيوت زيادة على مدى الكورنيش، بس اول شيء لازم اسويه اتاكد اني امد الشارع الاساسي اللي حاطينه في نص المدينة نحن حددناه، اللي هو هذا الشارع اللي فيه تقدر يقدرون ياخذون يوتيرن. انا اخاف يسوي مشكله هذا في المستقبل، بس ان شاء الله ما يسوي، ان شاء الله ما يسوي. ابا اول شيء اسوي سناب على هذا، ايه هذا هذا الانجل حلو، باه يكمل. شارع سيدة من هني رئيسي الثاني، وهذا يكمل بالطريقة هاي. بس تعرفون شو يباله؟ حبة هذا يبه فوق، حبة هني فوق. هذا ما عجبني، لحظة خلنا نلفه شوي. ايوه الحين عدل شكله، الحين هي لفت مدينة الحين فيري نايس. انزين هني ما عندنا مشكله، بنمد الشوارع هاي، بنبني شوي بيوت لان في طلب على البيوت السكنيه وعلى السوالف. بنمد شوي دكاكين هني بعد، المشكله الطلب على الدكاكين مش نفس البيوت. زين بنحط لنا الشارع، ما عندنا فلوس، خلينا نزيد شوي سرعه اللعبه نحصل فلوس. انا ما عيبني اتقاطع هاتف مستقبل، يعني مش مشكله. خلوني أرد أعيد صياغته شويتي، إيه الحين زين. بس بنجيب أربع شوارع، بنسوي نفس تحويل شارعين أربع شوارع ست شوارع، شوي منطقي أكثر استوى شكله أحس. ما أدري أنتوا قولوا لي رأيكم في الكومنت. حطينا هني بيوت، حطينا هني مجموعة بيوت بأنهم يبون بيوت، واستوى عنا شو هذا. لازم طبعا نوفر ماي كهرباء مدارس شغلات وايد اكثر بنوفرها بيوت الزايدة. انزين الحين مبدئيا هو هني عندنا مجموعة بيوت زيادة، وهني نبغى بيوت زيادة، استوى عندنا مدرسة ثانوية. بس شو يبالها مدرسة ثانوية؟ وايد والله قاعد يطلب سكان مو بشوي، لان الحين اتريا ال 5000 ساكن، بس اظني مو بنقدر نتري 5000 ساكن، لازم نسوي شيء زياده. بنشوف السكان هذا في الحلقه الجايه، لان حلقتنا اليوم خلصت. مشكورين على متابعه الحلقه وعلى مشروع الكهرباء اللي شفناها اليوم. اتمنى ان يكون المشروع نال اعجابكم، ان شاء الله اشوفكم في حلقه قادمه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.